مخلصة فيلمين بس كنت كدور يعني ممثلة. في الفيلم الأول كنت كان تصويره في السعودية, هو co-production ما بين شركة سعودية وشركة أسبانية, كان المخرج أسباني, اسم الفيلم Champions, وإن شاء الله يبقى يطلع في السينما يعني ممكن بعد فترة الصيف كده يعني فترة قليلة. الفيلم اللي لسه حالا مخلصة منه هو كان تصويره في الإمارات, وكان ما بين co-production برضو ما بين NBC Studios و Image Nation. كانت التجارب حلوة جدا الاثنين يعني, ومتشوقة انه اشاركها مع الجمهور طبعا. ويعني الفيلم الـ Champions, الفيلم الاول كان هو اصلا فكرته او هو اصلا فيلم اسباني, ودي زي النموذج السعودي منه. كانت دور معلمة أو أبلة في جامعة, ودور لطيف قوي, بنت عندها قيم عالية بس بتواجه يعني صعوبات في الخطوبة بتاعتها, على أساس أنه خطيبها يعني مش معاها على نفس القيم ممكن نقول. وهي عامة الحدوتة بتحكي يعني أو بتدور حول مجموعة من الشباب أو الشباب عندهم صعوبات تعلم. فيلم حنون قوي, لطيف, الدراما بتاعته بتلفت انتباه أي حد, أي عيلة من أي سن, كبار صغيرين. وكنت سعيدة قوي أن أنا أشتغل عليه. دراما السعودية في تطور مستمر, إحنا بنخوض تجربة يعني فريدة من نوعها حقيقي, وما أعتقد أن في كثير منها في العالم. أن نكون بنكتسب خبرات من تجارب الآخرين, لكن بنصنع الشيء المرتبط بينا والصادق لنا لتجربتنا.